وينضم إلينا أيضا هاتفيا الأستاذ محمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان. أستاذ محمود أهلا ومرحبا بك على إكسترا نيوز. أهلا وسهلا. يعني الحديث الآن عن عدم وما هو نراه الآن اعتداء المناصرين لحركة النهضة للشعب التونسي لرفض هذه القرارات واللجوء للعنف كما يعهد جماعة الإخوان في أسلوبهم في رفض القرارات، ويعني حديثهم الآن لا يصح في الكلام عن الشرعية وما إلى ذلك. الرئيس التونسي هو الرئيس المنتخب بفارق كبير، استند للقانون والدستور في قراراته. ما هو المتوقع الآن وتحديدا مع خروج هذه المظاهرات المناهضة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد؟ بالتأكيد احنا امام مشهد ربما اصبح متكررا على كل الأصعدة، خاصة مع تنظيم زي تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وزرعها في تونس حركة النهضة. هذا التنظيم حينما تنزع عنه شرعية وجوده القانونية يتجه الى العنف فورا، ويتجه الى رفض هذه القرارات ثم الاعتداء والانتقام من الشعب الذي قام بذلك. رأينا ذلك في مصر، رأينا ذلك في السودان، والآن نراه في تونس. يعني أمام العالم كله هذه الجماعة لا تعرف الديمقراطية، هذه الجماعة لا تحترم القانون، هذه الجماعة تعمل على إنشاء يعني دولة موازية ولا تستقيم بها الحال في دولة مستقلة ذات السيادة. هذه الجماعة لديها أجندات أجنبية ولديها دعما خارجيا وقوى إقليمية تساندها، وبالتالي تستقبل بهذه القوة وتحاول أن تعفف بكل الحريات التي أعطاها القانون للشعب التونسي وأعطاها القانون للرئيس التونسي الذي استخدم حقه الدستوري في استخدام الفصل 80 من الدستور التونسي، والذي يعطيه الحق في تعطيل أعمال البرلمان وفي اتخاذ مثل هذه القرارات لحماية الداخل التونسي من خطر داهم. ولا يوجد ما هو أخطر من جماعة مثل جماعة الإخوان. أفكار تونس طوال 10 سنوات الماضية قادت تونس إلى الهوية ولا النفق المظلم كما نراها الآن. دولة تصارع تجربة الدولة الفاشلة، دولة تحاول أن تستعيد مرة أخرى موقفها وموقعها بهذه القرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بالأمس. نعم. بالتأكيد نتوقع مزيدا من التصعيد ومزيدا من عنف من جماعة الإخوان وزراعها في تونس حركة النهضة ومن داعميها سواء قنوات إعلامية أو غيره. سيحاولون تشويه هذه القرارات، سيحاولون أن يعني يثيروا الفتنة والقلق في الشارع التونسي، ولكن هناك ثقة من الشعب التونسي وراها الآن في كثيرا من مواقع التواصل الاجتماعي في الجيش التونسي الذي نزل ليساند ويدعم قرارات الرئيس، في الشعب التونسي الذي نزل بالأمس في يوم الحشد وملأ شوارع تونس رفضا لاستمرار هذا الحكم ورفضا لهذه الحركة واستفرادها بالحكم في تونس. هذه الحركة كما يعني ما تمثله من تجارب للإسلام السياسي في الحكم أثبتت فشلها وأثبتت فشل هذه التجارب. وهنا السؤال عن تصدير دائما التيار الإسلام السياسي عن فكرة الدفاع عن الحريات وعن حقوق الإنسان وما إلى ذلك، لكن كما ذكرت حضرتك هو قاد تونس على مدار 10 سنوات ل يعني أقل نمو 8% في 2020، انتشار وبائي، تدهور في الأحوال، وهو ما دفع في النهاية الشعب التونسي العظيم للنزول للشوارع رفضا لوجود هذه الحركة وهذه الجماعة ومحاولتهم دائما إسكات الجميع سواء داخل البرلمان بالعنف والآن في الشارع بالعنف. بالتأكيد هي هذه الجماعة تنتهك حقوق الإنسان في أي مكان. ربما يعني رصدنا كثيرا من الانتهاكات التي تمت من جانب حركة النهضة. حركة النهضة كانت تحاول أخوانة كل أجهزة السيادية في تونس، حاولت أخوانة وزارة الداخلية، حاولت أخوانة، وبالفعل هي استطاعت أخوانة الجهاز الإداري للدولة خلال يعني الفترة الماضية. محاولات هشام المشيشي في تعيين 11 وزير تابع وموالي لجماعة النهضة وله، ورفض الرئيس التونسي والأربعة برفض قاطع وما إلى ذلك. هذه المحاولات دائما للسيطرة على كل الجهات الأمنية والاقتصادية وما إلى ذلك. بالتأكيد هناك انتهاكا حدث حتى على الوكالة الرسمية التونسية، وكالة أنباء تونس أفريقيا، التي هاجمها قوات الأمن من أجل تثبيت شخص يتبع حركة النهضة. رفضه الصحفيين في الوكالة ورفضه الإعلام التونسي، وكان هناك مناوشات كثيرة حدثت
بسبب ذلك. ايضا القبض على المؤثرين و النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي من غير مؤيدي حركه النهضه ومحاولتهم اسكات هذه الاصوات. ربما الان من المطلوب فتح ملف اغتيال شكري بالعيد ومحمد البراهمي الذين لقوا حتفهم على يد هذه الجماعه، ربما الان وقتا مناسبا ليتم محاكمه الجميع على الجرائم وجرائم الاغتيالات التي ارتكبتها جماعه الاخوان وحزبها حركه النهضه في تونس ضد الشعب التونسي وضد النشطاء التونسيين من معارضيهم في تونس. ربما الوقت مناسبا حتى يتم محاسبه حركه النهضه على جرائمها ويتم محاكمته محاكمه عادله وفق الدستور والقانون التونسي على ما ارتكبوه على ما اقترفوه من جرائم ضد الشعب التونسي وضد حقوق الانسان في تونس. كثيرا من الانتهاكات حدثت خلال الاعوام الماضيه، حقوق الانسان التونسي اهدرت وحقه الاساسي في التنميه والحياه اهدر، حقه في الصحه اهدر بعد الفشل الذريع في مواجهه فيروس كورونا، وفشل حكومه المشيشي والمدعومه من حركه النهضه في القيام باي اجراء يحسن احوال الشعب التونسي الذي يصارع الان الفقر والمرض. بالامس كان اتحاد الشغل التونسي يعني يتحدث باسم العمال التونسيين على ما حدث لهم خلال العشر سنوات الماضيه والتي كان فيها حركه النهضه تسيطر بشكل كامل على الوضع السياسي في تونس، وما قال له الاحوال من انهيار كامل في المرافق الاقتصاديه والاستثمارات واستدانة تونس كثيرا من الاموال خلال الفتره الماضيه بسبب الصراع وبسبب ما تقوم به حركه النهضه من تعطيل للحكومه التونسيه حتى يتسنى لها الوضع في انشاء دولتها الموازيه وفرض الاخوان على الدوله التونسيه، وهو ما رفضه الشعب التونسي بالامس بشكل واضح وبشكل جلي، خاصه وانه يعني اتهم حكومه المشيشي واتهم هؤلاء الوزراء بالفساد. هناك فاسدين حول راشد الغنوشي رئيس البرلمان، وهناك يعني سرقات من المال العام في تونس. ربما جاء الوقت يعني حان الوقت ان يتم محاسبه هؤلاء على ما اقترفوه من جرائم في حقهم، وهو بالتأكيد ما سيحدث في الفترة القصيرة بعد رفع الحصانة عن كل النواب. يعني الآن أيضا هناك يعني مطلب شعبي والمحللين السياسيين والصحفيين وكل القوى الوطنية داخل تونس لسرعة تحرك الرئيس قيس سعيد في يعني وضع هذا المسار الصحيح لتونس. ما هو المتوقع في الفترة القادمة، خصوصا أنه رجل دولة رجل قانون يعمل من طبقا للدستور حتى لا يتم الطعن على قرارات، يعني حتى لا يتم اللجوء للدستور في وقف هذه القرارات؟ ما هو المتوقع في الفترة القادمة؟ هل سيتم الدعوة لانتخابات مبكرة وما إلى ذلك؟ ما هو المتوقع في الفترة القادمة؟ أتصور أن الرئيس التونسي ربما يعني من المهم أن نتذكر أنه رجل قانون في الأساس، رجل قانون يعني ويعلم الدستور جيدا ويعلم القانون جيدا، حينما استخدم حقه استخدم حقه القانوني، وربما سيكون المسار القادم وعلى هذا الاساس تم تعديل القرارات بالامس لان يكون البرلمان خلال 30 يوما تعطيله، وربما سيكون هناك دعوه لانتخابات مبكره للبرلمان او استفتاء شعبي على القيام بانتخابات للبرلمان على حسب ما ينص الدستور التونسي. ربما نكون على مقربة من انتخابات تونسية، ولكن هو الأهم أن يستمر الالتفاف الشعبي حول قرارات الرئيس، لأنه ستصعد حركة النهضة خلال الفترة القادمة بشكل غير طبيعي، وستحاول أن تشعل الشارع التونسي بالعنف وبالفتنة وبالإرهاب كما رأينا في كثير من التجارب. نحن نؤكد أننا نقف بجوار الشعب التونسي في اختياراته الديمقراطية والحرة بالامس وهذه التظاهرات الرائعه التي اثبتت ان هذا الشعب لا زال حيا. الالتفاف والوحده للشعب التونسي هو ما نطلبه وما يحتاجه الشعب التونسي الان اكثر من اي وقت سابق، الوحده والتوحد مع مؤسسات الدوله الوطنيه من اجل التخلص من هذه الجماعه الارهابيه الى الابد. نعم، الاستاذ محمود بسيوني رئيس الشبكه العربيه للاعلام الرقمي وحقوق الانسان.